الترغيب في الرحلة في طلب العلم. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة الترغيب في العلم، وهنا يتكلم المصنف عن الترغيب في الرحلة في طلب العلم. سلوك الطريق لطلب العلم عبادة شريفة يثاب عليها الإنسان، سواء كان الطريق الذي يسلك في داخل مدينة الإنسان، كان يذهب من بيته إلى المسجد ليتعلم، أو كان في طريق سفر يسافر من بلد إلى بلد. والرحلة في طلب العلم كانت موجودة في الأمم السابقة قبل الإسلام، وقد أخبرنا الله عز وجل عن رحلة موسى عليه السلام إلى العبد الصالح الخضر عليه السلام ليتعلم منه، كما في سورة الكهف. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، ومن ذلك ما تقدم معنا من قصة صفوان بن عسال المرادي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحلون في طلب العلم، فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. الحديث بلغه وسمعه، لكنه لم يسمعه من عبد الله بن أنيس، فاشترى دابة وارتحل شهرا حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس من أجل هذا الحديث، وقال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تموت قبل أن أسمعه منك. وكان التابعون يرتحل بعضهم إلى المدينة رجاء لقيا بعض الصحابة من أجل سماع العلم منهم. وهكذا علماء الأمة إلى وقت قريب، بل إلى زماننا هذا، وهم يرتحل بعضهم إلى الآفاق لطلب العلم. وقد قيل إن الإمام أحمد رحمه الله قد جاب الأرض يطلب العلم مع قلة ذات يده، والبخاري رحمه الله جاء عنه ما يدل على أنه شرق وغرب وذهب إلى الشمال والجنوب من أراضي المسلمين في طلب الحديث والعلم. فالرحلة في طلب العلم شأن سلف هذه الأمة، وفيها خير عظيم، حتى أن العلماء كانوا يقولون: لا ينبغي للرجل أن يقصر نفسه على عالم واحد يحصل علمه فقط، بل ينبغي أن يرتحل ليلقى العلماء ويأخذ عنهم العلم ويتأدب بآدابهم. ومن قرأ سير السلف وجد ما كانوا يعانون في الرحلة، فبعضهم ذكر عنه أنه مشى على قدميه أكثر من 5000 متر من أجل طلب أكثر من 5000 متر على رجليه. وبعضهم يعني أغمي عليه في الصحراء وهو مرتحل في طلب
العلم، ومع ذلك عاد مرة أخرى إلى الرحلة، وبعضهم أسره الأعداء وهو في رحلته في طلب العلم. واليوم الحمد لله الأمور تيسرت أكثر، ووسائل التنقل أصبحت أسهل، والاتصال بالعلماء أصبح أيسر.